السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الحلقة الرابعة من برنامج مدفع رمضان. الأجواء جدا جميلة وغيم ومطر خفيف، وخلونا نشوف متسابقنا الأول. لكن قبل أن ننتقل المتسابقين، خلونا نشكر الرعاة، الراعي الذهبي لهذا البرنامج السوق البلدي وفودافون، ونشكر الراعي الفضي بنك الدوحة وبشت السالم وقطر للسياحة، وأيضا الرعاة اللي مقدمين لنا هذه الهدايا الجميلة العينية. ننتقل اليوم إلى المتسابق الأول ونشوف. جاهزين؟ أكيد. يلا نشوف سؤالنا الأول. يقول علي لديه ابنتان ولكل ابنة أخ، فكم أطفال علي؟ ما أسمع. ثلاثة. ليش مو بأربعة؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. لا أنت الحين خلنا نقول كم؟ أربعة. لا ليش غيرت؟ خلاص ثلاثة. ثلاثة؟ الحين حدد ثلاثة ولا أربعة تبي؟ ثلاثة. على صوتك خلنا نسمع. ثلاثة. زين، إذا كان الجواب صح تعطي الهدية من؟ تأخذها ولا تأخذها؟ الله يعطيك الصحة، المبروك. سبحانه. تعال 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 تعال. هني عندنا شو اسمك؟ يوسف. على صوتك يا يوسف. يوسف. والله نعم يا يوسف. يوسف فزت معانا. الجائزة الأولى، خلنا نحط هذه الجوائز هني لأن لازم نطلع الكوبون من داخل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أوب 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 أوب. تعرف شنو هذا الظرف الأسود؟ تعرف شنو هو؟ لا. هذا الخير كله. شوف 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 شوف. ألف مبروك، مبلغ نقدي بقيمة 500 ريال مقدم من بنك الدوحة. ألف مبروك. تفضل. وفزت معانا من شملان الغابضة كيو تاير. تواير الوالد، سيارة البيت خربانة، عندك كوبون بقيمة 500 ريال. تمام؟ تفضل. زين بعد ما تبي تكشخ في العيد؟ تبي كشخة في العيد صح؟ تضبط أمورك وتكشخ مع الناس صح؟ تعال تعال خلنا نشوف شو مقدمين لك. بشت السالم مقدمين لك البشت. أيوه، مناسبة فوزك بشت ميسي. شكرا. ألف ألف مبروك. تفضل من هذا الاتجاه. نعم مشاهدينا الكرام، خذ البشت وراح، بس باقي يسوي احتفالية ميسي. هذا المتسابق الأول وفاز، وجزاه الله خير، ساعدته الأخت وقال لها بيعطيك الهدية. خلونا نروح حق مشعل. مشعل كلمة عندك. يستاهل الفوز ضيفك يا سلطان، ويا هلا ومرحبا فيكم أعزائنا المشاهدين في خامس حلقة من هذا البرنامج الرمضاني اللي راح نكون مستمرين فيه 30 يوم في توزيع هذه الجوائز والخير اللي قاعد نشوفه في سوق واقف المعلم السياحي الأشهر في داخل دولة قطر. صراحة مستمتعين بهذه الأجواء الرمضانية، والفوز الكبير نفس ما قلنا مش بالجائزة، بالأجواء اللي موجودة حولي نفس ما تشوفون العدد الكبير والهائل اللي موجود هنا. ولكن ننتقل إلى ضيفتنا الأولى. حلو 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 حلو. بداي صيح اسمك بالخير. بدور شركس. يا هلا بك. ايش عندك اليوم سوق واقف؟ والله جاي نفطر وجاي خص نص كمان عشان اشارك بالمسابقه. ممتاز. جميل. كاي صيح صح؟ ان شاء الله انه هو بيكون فال الخير عليك. الله ان شاء الله. وصدق بيكون فال ان شاء الله. بقول لك ليش. زين السؤال يقول صوته عالي اذا صار بطنه فاضي. صوته عالي بيبي. حلو الرضيع. ألف مبروك، قدت إنه بيكون فال خير عليك. ونعم عندك الله يسلمك جائزة مقدمة من بنك الدوحة بقيمة هالكوبون. ليش دقيقة 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 دقيقة، هاي مختلف، عطتني إياه مختلف. حلو. بقيمة 500 ريال نقدا تستلمينها إن شاء الله من بنك الدوحة، أو موجودة داخل الكوبون نفسه. وأيضا عندنا هدية الجزيرة للعطور، مقدمين لك عطور تستاهلين، وكان فال الخير. شو اسمه؟ شكرا. اسمه ابراهيم. ابراهيم. ابراهيم ساعة ماما وانت ما تدري. حلو.
السالفة. ونعم الضيفة الأولى فازت ويانا يا سلطان، هذا اللي عندي حاليا توجه عندك. شكرا لزميلي مشعل، وننتقل الآن للمتسابق الثاني. اليوم شوي قلنا نشكل، ما نقعد في منطقة واحدة، نروح المنطقة الثانية على شو نشوف مشاركين ثانيين، ونشوف هذه الكشخة، ونشوف هذه الحلوة بعد لابسة الذهب وكاشخة. شو اسمك انتي؟ طرفة. ما اسمع. طرفة. ونعم يا طرفة، وانت شو اسمك؟ سعيد. سعيد والله ونعم. جاهز؟ ها؟ تفوز معانا ها؟ تمام؟ زين، سؤالنا يقول الشيء اللي إذا لمسته يصيح. جرس. جرس ولا الهرم؟ جرس. ليش مو بالهرم؟ ها؟ ليش مو بالهرم؟ ها؟ زين، الجرس إذا لمسته شو يسوي؟ يطلع صوت من ده. صوت الفصحى. صح؟ ألف ألف مبروك. تعال 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 تعالوا تعالوا معنا. تعالي تعالي بعد يا تعالي أنتي معنا. تعال تعال تعالوا تعالوا. ألف ألف مبروك، فزتوا معانا. أوب جاك الخير. ها؟ جاك الخير، اليوم أنت فايز بهدية أول مرة نطلعها للجمهور. سعيد تعال عندي، تعال عندي، تعال 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 تعال. كفو. أي والله كفو. يا مرحبا بك، كفو. ألف مبروك، فزتوا معاي بمبلغ بقيمة 500 ريال مقدم من بنك الدوحة. تمام؟ هذا هو المبلغ. خلونا نطلع الظرف. أمسك الظرف، روى الكاميرا، الكاميرا. أيوة، هذا الظرف فيه 500 ريال لك من بنك الدوحة، وربحتوا معانا جائزة قيمة من السوق البلدي، ثلاجة من السوق البلدي. هذه الثلاجة اليوم تروح للبيت إن شاء الله. هذه هي. تمام؟ الحين هذه عندك صح؟ أنت فزت معانا بالخمسمية. وسعيد أبشر والله ما تطلع بيدك فاضية، وأنا سلطان بن محمد. تعال تعال عندي والله، تعال أبشر والله بالبشت، أبشر به. تفضل، هذا البشت هدية لك، أبشروا به. الله يحفظكم على البركة، وروحوا سجلوا بياناتكم عند المنسق. الله يحفظكم. عيالنا ألف ألف مبروك، فازوا معانا، الثلاجة راحت اليوم. مشعل خلنا نشوف شو عندك، وخل المتسابقين يعني يفوزون إن شاء الله بالأسئلة الجميلة والسهلة من عندك. يا مشعل كلمة عندك. ألف ألف مبروك لضيفك يا سلطان، أخيرا الثلاجة راحت. انزين نروح حاليا حق الضيف الثاني عندنا، ونقول يا مرحبا ومسهلا، شرفينا باسمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم ميمونة. أم ميمونة، هذه ميمونة، أخبارك ميمونة؟ بخير. مستانسة؟ الأجواء حلوة؟ حلوة. حلوة، تعرفين تجاوبين ولا لا؟ أعرف. إن شاء الله تعرفين تجاوبين ميمونة، إن شاء الله. انزين يا الرابع لا تطلون في الورقة. زين حلو، بسأل سؤال احنا نعرفه من يوم كنا يهال، يعني في ايام الروضة كنا نعرفه. يقول يرفع اطنان، شيء يرفع اطنان يعني وزن عالي بس ما يقدر يرفع مسمار واحد، وايد سهل. البحر. البحر البحر هاي على طول، هاي من ايام الروضة، حط مسمار تطيح صح ولا لا؟ صحيح. زين انزين ربحتي معانا يوم ميمونة فطور من مطعم بالهمبار، و500 ريال مقدمة من مجموعة الشاهين، تستاهلين. وبعد في شيء عندنا بعد. تابعين كورة ولا بس عندك سؤال في البنات ما لهم في الكورة؟ كورة تابعين ولا لا؟ مو تابعين. حلو، شكله هذا إن شاء الله بيكون لعيب. قولي لا، وأنت صغير خذيت بشت ميسي. تاريخ. جزاك الله خير. يعطيكم العافية، بشت السالم طبعاً السادة المشاهدين تعتبر جائزة قيمة وجميلة. ما شاء الله. فما شاء الله. ربنا يكتبها لك بقى. امين يا رب. فهذا اللي كان عندي، ونتوجه الى سلطان. نعم يا مشعل، والله الاجواء جميله، مطر وخير وغيم وصل. تعال قرب لي روبير، قرب. هذا شو خلاص ما باقي شيء، خمس دقائق وبيثور، لكن خلونا نلحق ونشوف المتسابق. سؤالنا يقول
طلب الخير. الله يمسك. شو اسمه؟ اكرم. والله نعم يا اكرم. وين ولدك؟ اشوف ما معك واحد بشت. إيه؟ لابس بشت وكاشخ. إيه؟ إيه نعم. وراح يسلم عليهم. إيه؟ تمام. ساعة القوة. زين اكرم. نعم. سؤالنا الله يسمك يقول: هناك وعاء يحتوي على 6 تفاحات. هناك وعاء يحتوي على 6 تفاحات، اخذت منهم 4، فكم تفاحة لديك؟ 2 اكيد. خطأ. 4. 4 ولا 2؟ لا 4. 4 4 4 1. شلون عرفت الجواب؟ قرونة؟ غلط والله. زين 4 ليش زين ركز ركز معي في السؤال مرة ثانية. معد معد المايك عند الرجال، ننتظر إذا جابته صحيحة بيفوز، وإذا جابته صحيح بيجيك المايك. تمام؟ وإن شاء الله أنك بكرة بتجين وبشارك معاك إن شاء الله. سؤالنا يقول مرة ثانية: هناك وعاء يحتوي 6 تفاحات، خذيت منهم 4، فكم تفاحة لديك؟ اثنين. اثنين مو باربع؟ اثنين. والله العظيم اكيد. اه زين. واذا خلط؟ اثنين. غلط. لا مش غلط. اثنين. غلط. غلط. عاد هو الحين جاوب قال 4. نعطي الجائزة من نعطيه هو. تعال بكره ان شاء الله بتشاركين معنا بتفوزين ان شاء الله. المبروك اكرم، اجابتك صحيحه. 4 تفاحات لديك. اكرم اول شيء قلت 2، سمعت الرجال يقول لك 2؟ لا انا قلت 2 اللي ظلوا بالماي بالوعاء. إيه؟ بس انا نسيت انه انا اخذت 4 عليك. سؤال كان يحتاج يعني ايوه في ايوه سرعه البديهه وايضا يحتاج ذكاء. نعم. شلون الاجواء رضا معك؟ ما شاء الله رب العالمين. والله يعني صراحه السنه هذه غير عن كل السنوات الماضيه، يعني جتنا 4 سنوات كورونا عرفت، لكن السنه هذه ما شاء الله يعني نطلع على كل مكان، لوسيل، المجمعات، يعني الناس فرحانه الحمد لله، اطفالي فرحين السنه ان شاء الله. انت انا اشوفك من رواد سوق واقف، شلون كان السوق معاك؟ خصوصا انت شايف كانت عندنا بطوله اسيا، الاجواء جميله، وسوق واقف، اشوفك دائما من رواد. نعم صحيح. لانه صراحه يعني كل شيء محلات موجود فيها، اي شيء تحتاج، مطاعم، العاب الاطفال، يتسلون العاب. ايش رايك في برامج قناة الريان في رمضان وبرامج الأخرى المقدمة من التلفزيونات الأخرى؟ الله يجزاكم الله خير، يعني ما شاء الله برامج متنوعة ويعني جميلة. جميلة كثير، ناس يعني حبتها كثير. زين. على التلفزيون ألف ألف مبروك. الله يبارك. فس معانا بهدية مقدمة من مجموعة العوضي شوبان. نعم. وفس معانا بسحور من مطعم سمار. وفس معانا بعد بغسيمة شرائية من مجموعة الشاهين. ألف ألف مبروك. الله يبارك. تفضل. تفضل تفضل. هذه أيوة فزت معانا. خلنا نذكر من سحور من مطعم سماط. أيوة سحور موجود في السوق تلقاه و أكله حلو وجميل، روح تسحر فيه انت ويا العائلة واستانس. الله يعطيك الصحة والعافية وألف ألف مبروك. الله يعطيكم ألف عافية. شكرا. مشاهدينا الكرام الكل فاز معانا، وإلى هنا يعني وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. نترككم الآن مع مدفع رمضان ونتمنى لكم أفطارا شهيا. فمان الله.